تحياتي للجميع، معكم أستاذ محمد يحيى. حنكمل مع سلسلة الفيديوهات اللي بلشنا فيها من فترة خلال عملية التعليم عن بعد، لنكتسب مهارات جديدة ونتعلم على برامج جديدة بتساعدنا خلال هيدي العملية. بإمكانكم ترجعوا لتشانل محمد يحيى على اليوتيوب محمد يحيى، تشوفوا البلاي ليست عن فيديو السابقين بيحكوا عن برنامج الباوربوينت، الزوم، وبرامج تانية ومواقع تانية مفيدة لإلنا خلال عملية التعليم عن بعد. وهيدي البلاي ليست مثل ما شايفين قدامنا. اليوم حنشوف برنامج حلو كتير اسمه سمارت نوت بوك، كتير بيساعدنا خلال عملية التعليم عن بعد، فيه ميزات كتيرة. بداية كيفية التنزيل، حروح على جوجل واكتب سمارت نوت بوك، فهيدا الموقع smarttech.com. مجرد ما اكبس على الويب سايت هياخدني على صفحة لأعمل داونلود، بس بدي أعبي فورم صغير، اسمي والعيلة، جوب تايتل، شغل، رول، تيتشر مثلا، الإيميل، والبلد لبنان، ومنكبس I agree، هعمل داونلود. طبعا نعمل سيف، مجرد ما يعمل لي داونلود، يكتب لي داونلود، نعمل سيف، حينزل عندي فايل بهالشكل هيدا مثل ما شايفين قدامنا هون. هارجع اعمل انستول للبرنامج عندي على الكمبيوتر، فبنعمل run as administrator. يس، ما بعرف اذا حيكون عندكم نفس الشيء، بس المهم بهالشكل هيدا. وبنعمل انستول، فينا نعمل basic version وفينا نعمل full featured، بس هو حيرجع لل basic version وهلأ بنحكي كيف. وحعمل install للبرنامج عندي على الكمبيوتر. طبعا بس ينزل البرنامج حنشوف قدامنا smart notebook، مثل ما شايفين هوني عطيني basic version. قبل شوي اللي كنا عم نشوفه بالinstallation انه اوقات ممكن يعطيني ميزات زيادة بقلب البرنامج ولكن تختفي بعد فترة، مثل هدية للتنزيل أو شيء هيك. أنا عندي لما نزلت البرنامج ضلوا عندي ميزات إضافية مدة شهرين بعدين اختفوا، فهيدي related للشركة، يعني متعلقة بالشركة. المهم البرنامج بعد فيه ميزات نحن بنقدر نستغلها ونستفيد منها. بداية هون مثل ما شايفين عندي الصفحة، فأنا ممكن زيد صفحات عندي، ممكن ألغي صفحات بالبلس والأكس هون، زائد والأكس، فهول الصفحات عندي. ممكن نزل صور ولو أنه بالتفاصيل مكتبة البرنامج مش كتير غنية بصور ممكن تساعدني، ممكن لأشياء عامة، مثلا بدي شي عن الشتاء وينتر، فبدور على صور ممكن يطلع لي اشياء خاصة بالشتاء بالوينتر مثل ما شايفين قدامنا. ولكن المكتبة مش غنية، بفضل انا اكيد جوجل خلال عملية البحث عن صور، ولكن ممكن يعيننا ببعض الامور. كمان عندي الاتاشمنتس هون، في حال انا بدي درس وعندي اشياء متعلقة فيه لهيدا الدرس، فانا ممكن اعمل اتاش، انسرت كوبي اوف ا فايل، وناخد فايلات معينة. مثلا انا بدي حل هول الاكسرسايزز، فممكن اعمل لهم اتاش بقلب البرنامج ومباشرة افتحهم من برنامج سمارت نوت بوك. هول الصور ممكن يكون باوربوينت كمان الملف عندي، ففي حال مثلا جريد 12 فهيدا باوربوينت كمان عملت له اتاش زي ما شايفين. فبأي لحظة انا بدي حل سؤال، بدي ارجع لباوربوينت، مجرد ما اكبس هون بيطلع عندي الفايلات. حتى الصور انا اكيد في افتحهم ببرنامج سمارت نوت بوك. كمان عندي الالوان، انا في غير لون الصفحة مثل ما شايفين قدامنا، في اعمل الفل جريديانت مثل ما شايفين بهالشكل هذا، وممكن حط صورة تكون هي الخلفية، نقي صورة من الكمبيوتر عندي او نوفل. طيب شو في ميزات اضافية بعد بهذا البرنامج؟ هلا بعدنا نحن بالبداية،
ممكن من الميزات الإضافية الحلوة اللي نحكي عنها الشيبس، في حال أنا بدي أرسم شيبس معينة مثل ما شايفين قدامنا، هول اتنين للشيبس إذا بدي أرسم سيركل، أو بدي أرسم سكوير، سيمي سيركل، نص دائرة. فمثل ما شايفين الشيبس قدامي، بدي ارجع اكبس على الماوس اعلم الشيب اللي بدي اياه واعمل له ديليت بهالشكل هذا، وممكن اكبس على الشيب بلاقي هذا السهم طلع عندي. ف بروبرتيز ممكن اغير الفل اللي بقلبه لونه مثلا بهالشكل هذا، ممكن الخط في حال انا بدي اياه اعرض، او بدي دوتد لاين مثل هيك لاين ستايل دوتد، فممكن اغير فيه، ممكن اكبر الشيب عندي من خلال هاي النقطة هون بس يظهر هيدا السهم، ممكن احركه للشيب بهالشكل هذا. مجرد ما اكبس على السهم او اكبس على الكيبورد عندي ممكن اعمل ديليت. فاذا هاي الشيبس عندي، في عندي اللاينز كمان اشكال خطوط متعددة مثل ما بدنا، اللاين اللي بدي اياه ممكن ارسمه، ممكن اغير اللون مثل ما شايفين قدامنا، هرجع اعمل له ديليت. في عندي البان اذا بدي اكتب شيء، طبعا انا عم بكتب باستخدام الماوس، يفضل اذا بدي اكتب شيء يكون في عندي تابلت. فهاي اشياء بالبرنامج عندي حلوه. وبعد في اشياء اهم بكتير اللي هي الاد اونز. بالاد اونز في عندي شيء اسمه insert equation، يعني انا ممكن اكتب equation معينة fraction مثلا او radical او pi infinity، كل هول السيمبولز موجودين عندي greater or equal less than or equal. يعني فرضا انا عم بحل سؤال compare او سؤال fractions مثلا، هارجع للفايل مثل ما اتفقنا انا عامل attachments هون، فممكن اسحب الفايل للبرنامج برا، فبلاقي ظهر عندي الاكسرسايز، هصغر الصورة نفس الشيء مثل ما اتفقنا بالشيب عند النقطة هون، بلاقي انه ممكن صغر الصورة بهالشكل هذا. فالمطلوب write the fraction that represents the colored part of each drawing. بدي اكتب fraction عن كل جزء ملون عندي بالاشكال هاي. فممكن استعين بالequation هون، insert equation. ففraction مثلا هايدي لنفترض هي 4 over 10، فبكتب 4 تحت بكبس بالماوس 10 ونعمل insert، فبلاقي ظهر عندي الفراكشن هون وبحطه حد الشكل الصحيح، منصغر طبعا. فهيدا الفراكشن عندي. ممكن كمان هون نعمل مرة تانية insert fraction، ممكن بدي احط radical for example radical 6 over 4، وممكن بدي استعمل باور، فمثل ما شايفين هون قدامنا الباور هاي باور 3، وبدي استعين بالاسهم عندي على الكيبورد لانزل عن الباور، لانه اذا بدي اكتب شيء حده بلس او رقم عادي فحيطلع فوق كمان كاكسبوننت كباور، لا انا ما بدي، فبكبس بالسهم وبحط بلس او ماينس، وهيك بتكون الايكويشن ظهرت عندي. او مثلا اذا عم بعمل كومبيرينج greater or less، فبالinsert equation، او ممكن بالتكست عندي مثل ما شايفين هون في تكست، فانا ممكن اكتب اللي بدي اياه مثلا 5 greater than 3 عن طريق الكيبورد وبيطلع عندي تكست عادي. طيب فرضا انا خلصت من هيدي الصفحة، خلونا نشوف شي جديد، فحروح على page 2 احسن ما اعذب حالي واقعد امحي. بعد حنحكي عن شي مهم بهيدا البرنامج، في كمان شغلي قبل هي الانسرت جيوجبرا. انا في ادخل صفحة جيوجبرا هون، بلاقي انه عم يعمل لي لودينج، وهيدا الجيوجبرا فتح عندي مثل ما شايفين. فانا ممكن استعين بالجيوجبرا بقلب البرنامج،
ممكن اخفي الاكسس، يعني بنكبس هون، اكيد بدي اكبس على الماوس، انتبه انه انا عم بكبس على الماوس سلكت عشان ما ارسم شيء بالغلط. ف settings show axis او ما بدي هني، انا ما بدي الاكسس مثلا، بدي الجريد show grid. فبهالشكل هيدا ظهروا عندي الخطوط في حال انا بدي ارسم شيء segment. فبلاقي انه بقلب الجيوجبرا عندي، بقلب السمارت نوت بوك الجيوجبرا موجود مثل ما شايفين. ولو انه كمان بفضل نستخدم الجيوجبرا نفسه، نكون فاتحينه كتاب تاني هون افضل من انه نستعمله بقلب البرنامج. حروح لصفحة جديدة. في عندي الميجرمنت تولز، وهي من اهم الاشياء الموجودة عندي بقلب هيدا البرنامج. مثل ما شايفين في عندي رولر، مسطرة، بروتراكتر، في عندي هيدا الترانجل اللي كتير بيساعدني باشياء متشابكة، بقيس لي الانجلز، بيساعدني ارسم parallel lines، وممكن استعين فيه بالرايت انجل اذا بدي ارسم رايت انجل. وفي عندي اكيد الكومباس اللي هو من الالات المهمة، الادوات المهمة اللي انا كتير بعوزها خلال عملية الشرح خاصة بدرس السيركلز. فمثل ما شايفين هول كل التولز موجودين هون. هلأ حاكبس على السهم هون، نعمل ديليت كمان هون على السهم، ديليت الرولر، ديليت. خلينا بالبروتراكتر. اول شيء بالبروتراكتر بدي لاحظ الاشكال، وركزوا معي اشكال الاسهم هون. طالما السهم شكله هيك فانا قادر اعمل موف، حركه، بس يكون شكل السهم هيك. اذا بحرك السهم شوي بلاقي ظهر لي السهم شكل تاني مثل ما شايفين هون، فهيدي لكبر البروتراكتر او صغره مثل ما شايفين قدامنا. في عند السهم هيدا هيك بكون بدي اعمل روتيشن للبروتراكتر او لا. طبعا اذا كانت زيرو يعني البروتراكتر جالسه محطوطه تمام. خليني صغرها شوي، فهي صغرنا البروتراكتر. بيجي عند اللاين، بدي ارسم لاين مثلا انا، فهيدا لاين، وبدي اقيس الانجل. انتبه للسهم لما بدي حرك شيء، فبدي ارسم انجل مثلا 90 degree، فبيجي بالقلم بالبن 90 او 80 مثلا، بدي 80 degree، فبحط بوينت، وفي اعمل ديليت للبروتراكتر. خلص هاي ديليت. فممكن ارسم لاين، ارجع على اللاينز، وهيك بكون رسمت انجل 80 degree، والتلميذ اذا كان عم بتابعني شاف كيف الطريقه بالضبط. كمان في شغله تانية حلوه بالبروتراكتر هون، اذا بتلاحظوا بس اكبس على السهم، في هون عندي مثل سهم اخضر عم ببين هون. شو معناته هيدا؟ اذا بصغر البروتراكتر مثلا، انا عملت جيت هون وعملت انجل 60 degree، هيدا الانجل 60. إذا بكبس على الجرين أرو هون على السهم الأخضر، حلاقي البروتراكتر عملت لي شكل 60 degree. حتى مثلا جيت عملت for example 90 degree، هيدي 90 degree. فإذا بنكبس على السهم حلاقي عملت لي شكل 90 degree، وممكن غير باللاينز عندي مثل ما شايفين. بكبس على السهم هون properties، فممكن الاند انا بدي اياه لاين عادي مثل ما شايفين، بدي اياه دوتد لاين ستايل، الستارت يعني كيف بدايه الخط، والاند كيف نهايته، سهم ولا بوينت ولا لاين عادي، اللون. فكل هول الاشياء موجوده عندي. فهيدي البروتراكتر كتير مهمه وكتير بتساعدني خلال عمليه الشرح. كمان في عندي الكومباس، البيكار اكيد مهم جدا مثل ما شايفين. يعني انا بدي ارسم سيركل هون، فهيك كبر الكومباس على السهم هيدا، بعكس اتجاه القلم مثل ما شايفين هون. نعمل روتيشن للكومباس، في حال انا مثلا بدي افتح قياس معين ممكن استعين بالرولر. مثلا انا بدي 3 سنتيمتر، ف
انتبه ما يكون شكل القلم عشان بصير يرسم من هون، بس يكون السهم هيك. فهيدي تقريبا 3 مثل ما شايفين قدامنا. الرولر خلص ما عاد بدي اياها، ديليت. فمن شكل القلم هون بلاقي انه انا صرت قادر ارسم سيركل مثل ما شايفين. نرجع نكبس على السهم وبنعمل ديليت، والسنتر طبعا هون في علم السنتر، رسمت اعتمادا على هيدي الانجل. فهيدا السنتر واكيد لهون، هيدا الراديوس هون. وفي كتير مميزات بعد بهيدا البرنامج بالتولز، حتشوفوا انواع بانز كتير. في عندي التكست بان، يعني انا ممكن اكتب شيء وهو يترجمه لشيء القريب. يعني مثلا انا اذا بدي اكتب كلمة ماث، فهيدي ماث، حلاقي لحاله كتب ماث بس هو الاشكال اللي كتبناهم فوق. ممكن انا اكتب سيركل، طبعا انا عم بكتب بالماوس اكيد التاب بضل افضل. فهو كمان قراءة سيركل صح. في عندي البينت براش، في عندي الشيب بان، انا اذا رسمت شكل معين فممكن هو يعرفه لحاله. رسم لي اوفال شكل بيضاوي، هات لنجرب اذا السيركل بتطلع. زبطت السيركل، في حال انا رسمت سكوير ما بعرف اذا حيشوفه صح، ما قرأه اكيد. لاين على طول بيقرأه صح، هيدا اللاين قدامي، فرسم لي التريانجل مزبوط. في كتير اشياء مفيدة بقلبه، انا بهمني كان الميجرمنت تولز والبانز. في عندي كمان الكرياتيف بان، برسم اشكال معينة. مثلا انا بدي احط ستارز، فمثل ما شايفين قادر احط ستارز بقلم معين. برنامج كتير حلو، كتير لذيذ، مجاني، فيه ميزات كتير وبساعدنا خلال عملية الشرح. بتمنى تكونوا استفدتوا منه. أكيد ما هأعمل سيف. وثانك يو فور واتشينج.